نقطة وسطر جديد. قضيتنا اليوم هي قضية مفصلية بيعيشوها كل شبابنا وصبيانا بلا استثناء، قضية الهوية. ما معنى الهوية؟ مدى صعوبة وخطورة اتخاذ القرار بما يتعلق بهاي القضية؟ أنا برأيي كثير مهم إنه إحنا جيل الشباب نكتسب هاي الهوية بأنفسنا. المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل، عملية البحث عن الهوية هي أكثر معقدة من باقي المجتمعات.